يا لو كارت تختار اصفر لا احمر اصفر ماذا جاء في الكارت الاصفر؟ هذا تصريح سابق لك مصطفى محمود من لديه جيوش إعلامية يمثل المنتخب الوطني والأندية الجماهيرية. بعدك مصر على هذا التصريح؟ حالياً لا، بس قبل كان صح. يعني أنا قبل فترة كان العدة جيوش وناس تكتب لي استدعوا منتخب، بس حالياً لا، مدرب محترف. زين، هاي بوجود مدرب أجنبي لو محلي الناس اللي تكتب لي؟ كانت بقيتهم أجنبي ومحلي نفس نفس الشيء. نفس الشيء. شو ما بس فهمني يعني مدرب أجنبي، خلينا نقول مثلاً كاتانيتش أو بيتروفيتش أو. إيه. كانوا يتأثرون. لو الناس يقولوا له لو شلون؟ لا كانوا يتأثرون يعني. يتأثرون. إيه بس حالياً لا. حتى الأندية الجماهيرية. كلها وهي كان ذيك الفترة صح، كل منتخب من دولة جماهيري لازم يكون عندك جيوش إلكتروني، بس طيب. حالياً لا. كارتات ملونة مع صقر عجيب.